لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبأساليبكم المذكورة في المجلس الأول إلى الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في القرن الثالث. حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن الفضيل عن الأعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يساف عن عمران بن حصين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي من بعدهم قوم يتسمنون ويحبون السمن، يعطون الشهادة قبل أن يسألوها. هكذا روى محمد بن فضيل هذا الحديث عن الأعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يساف، وروى غير واحد من الكفار هذا الحديث عن الأعمش عن هلال بن يساف، ولم يذكر فيه علي بن مدرك. وحدثنا حسين بن قريث قال حدثنا وكيع عن الأعمش قال حدثنا هلال بن يساف عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه، وهذا أصح عندي من حديث محمد بن فضيل، وقد روي من غير وجه عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم. قال: ولا أعلم ذكر الثالث أم لا. ثم ينشأ أقوام يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويفشو فيهم السمن. هذا حديث حسن صحيح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فما زلنا في كتاب أو في أبواب الفتن من الجامع الإمام الترمذي رحمة الله عليه. قال: باب ما جاء في القرن الثالث. وذكر حديث عمران بن حصين، وقد جاء هذا الحديث من روايات وكلها تذكر وصح يعني ذكر الثلاث قرون فيها: قرن النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني والثالث، وهذا لا شك فيه. وجاء أيضا ذكر القرنين بعد قرن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات ولا أدري ذكر بعد قرنيه قرنين أو ثلاثا، وهذا الشك في الرابع، وهذا الشك في الرابع، لكن أما الثلاثة الأولى فلا شك في صحتها. وجاء أيضا في الصحيحين، ويعني المعنى قريب متقارب بين الصحيحين، أنه يبعث فئام من الناس أو يغزو فئام من الناس، فيقال: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس، فيقال: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس ثلاث قرون، وفي الرابع أيضا يعني رواية، لكن الثلاث قرون هي ثابتة. وفي باب الفتن ذكر هذه القرون، لأن هذه القرون يعني تعتبر من القرون التي هي يعني قد حصلت عصمتها من تلك الفتن التي قد تقلب الإنسان عن دينه أو تصرفه عن دينه. ومع ذلك فالفتن التي حصلت في زمن الصحابة في القرن الأول الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العصمة منها بالسنة كانت أمرا سهلا وأمرا يسيرا، ومن كان بعدهم كذلك، لكن لابد من معرفة أن هذه العصمة من تلك الفتن لها أثران. الأثر الأول هو أثر كاشف، يعني يكشف، يميز أهل الحق من أهل الباطل. فالفتن لها أثر، وإن كان الأثر الذي فيها قد يكون بالنسبة للناظر من بعيد فيه أذى لمن يعني يقع عليه الفتنة، لكن الواقع أن فيها هذا الأثر الأول، وهو كشف حقائق الناس، كشف أهل الحق من أهل الباطل. والأثر الثاني وهو تطهير أهل الحق، لأن أهل الحق لا شك أنه يحصل عليهم من الفتن، من الضيق والكربة والشدة وغير ذلك،
ما يعني يكون سببا في تطهيرهم. ذكر في حديث عمران بن حسين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني. وبعض الناس يرونها خير القرون وهي خطأ، صحيح خير الناس، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن قرنه هم الصحابة الذين صاحبوه ولو لساعة ولو لسويعة، ثم الذين يلونهم وهم الذين وهم التابعون وهم من صاحب الصحابة ولو قليلا، ثم الذين يلونهم وهم الذين صاحبوا التابعين ولو قليلا. وفي يعني هذا الأمر خلاف، ولكن الظاهر والله أعلم أنها ليست بالسنين، القرون هذه ليست بالسنين، ليس القرن 100 سنة كما يظن بعض الناس، وإنما القرن هو الجيل أو الأمة في جيل معين. وعلى ذلك يكون يعني من أواخر من توفي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 100 الثانية، يعني 205 210 في هذه الحدود، ومن أواخر من توفي منهم عامر بن الطفيل مثلا، وهذا كان بعد 100 الثانية، ليس يعني ليس لم يصل إلى 100 الثالثة أو قريب منها، وإنما كان في بدايات 100 الثالثة، لكنها لا تحسب بالسنين. يعني قد يكون الإنسان ويطول به العمر ويكون هو ومن في القرن الثاني يعيشان معا، واضح؟ يعني قد يكون إنسان تابعيا ويموت مبكرا قبل واحد من الذين كانوا في القرن الأول. هذا يعني لا يجوز ضرب المثال لذلك بالسنين، وإنما نحن ذكرنا الحد الذي أنهى القرن الثالث فقط. طيب، وقوله ثم الذين يلونهم فهم في الخيرية بعدهم وليسوا مثلهم، أي ثم هذه تفيد التراخي في الصفة، تراخي في الخيرية. ثم الذين يلونهم أي أنهم يتراخون عنهم في الخيرية. وكل من كان في الفئة الأولى وهم الصحابة رضي الله عنهم يفضلون كل من يجيء بعدهم بفضل الصحبة وبفضل الرؤية وبفضل اللقاء مع النبي عليه الصلاة والسلام، من الرؤية ممن يبصر واللقاء ممن ليس له بصر، ومن أولئك من كان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من كان أعمى هذا يعتبر صحابيا وإن لم يرى. الشاهد من كلام ما حصل من اللقاء فإنه كاف في ذلك، وإن كان يعني هذا قد لا يفهمه كثير من الجهال، يعني هذا الفضل العظيم الذي يحصل بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن من يفهم يعرف الفرق بين من اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه وبين من جاء بعدهم. ومن جاء بعدهم ليسوا سواء، يعني منهم من وصل إلى الفضل في أعلى ومنهم من كان أدنى وأدنى وهكذا، لكن التابعين أو القرن الذين لهم إنما يدخل في ذلك من كان على منهجهم. يعني إذا كان الناس على منهجين، من كان على من ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ومن كان مخالفا لهم لا يعد من أهل هذه القرنية الخيرية، واضح؟ بل يعني في ذلك القرن من هو منافق، في ذلك القرن من هو فاسق، في ذلك القرن من هو من يعني في ذلك الزمن الذي يعيش فيه هذا القرن من هو كافر. فليس كل من عاش في ذلك الزمن فهو على تلك الخيرية، لكن الذين صحبوا أو الذين اتبعوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان هؤلاء خير ممن يجيء بعدهم، ومن تبع أتباع الصحابة رضي الله عنهم بإحسان على نفس المنهج فهم الذين حازوا تلك الخيرية في القرن الثالث. قال ثم يأتي من بعدهم قوم يتسمنون ويحبون السمن، يعني الذين قبل ذلك كان يشغلهم الاجتهاد في طلب رضاء الله عز وجل، العمل بالدين والعمل ما يحتاج إلى الجد والاجتهاد، ولكن سيأتي على الناس زمان يغلب على الناس يغلب. وإلا يوجد أيضا بعد ذلك ممن هم فيهم الخير، يعني الأئمة بقية الأئمة الأربعة مثل الإمام الشافعي والإمام أحمد، هؤلاء أيضا ليسوا ممن يعني يصفون لا بالسمن ولا بسبق الشهادة ولا غير ذلك، بل هم أئمة في الدين، ومن كان أيضا مثلهم في ذلك الزمان، لكنهم لم يكونوا من أهل القرن الثاني أو الثاني أو الثالث يعني، ولا من القرن الأول. وبالتالي فهذه الخيرية في هؤلاء يعني في عموم الناس، في يعني هي أعم،
ليست شاملة لكل الخلق في ذلك الوقت، ولكن للذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، من الصحابة ومن تبع الصحابة بإحسان ومن تبع التابعين بإحسان، ويأتي بعدهم أناس فيهم خير، لكن الغالب ليس مثل ما كان هؤلاء في القرون الثلاثة. لذلك تجد أن الفتن فيما يكون بعد ذلك أمرها يعني فيه شدة وفيه مصائب أعظم. قال يعطون الشهادة قبل أن يسألوها، يعني أن الإنسان منهم يتبرع يذهب يقول أنا عندي شهادة. طيب هو مطلوب الإنسان أن يشهد ولا لا؟ إذا كان عند الإنسان شهادة ولا يعلم المشهود له بها وهو يحتاج إليها، يجب عليك أن تذهب وتدلي بهذه الشهادة. أو كان عندك شهادة وطلب إليك المشهود له الشهادة، وإن كان غيرك عنده هذه الشهادة وهو يحتاج إليها، وجب عليك الإدلاء بالشهادة، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. أما إذا لم يدعى أو علمت شهادته ويوجد غيره يعني يكفي، فلا يجب عليه حينئذ أن يذهب. أما أن يكثر الشهود وأن يذهب الإنسان يتبرع بكثرة الشهادات وكذا، بحيث يغلب عليه كثرة الشهادة، وربما يحلف قبل أن يستحلف ويشهد قبل أن هذا يدل على رقة في الدين ونقص في الورع. قال هكذا روى محمد الفضيل. طيب ماذا يقصد الحديث؟ هذا الحديث من حديث واصل ابن عبد الأعلى، من حديث محمد بن فضيل. محمد بن فضيل حسن الحديث، لكنه في الضبط والإتقان ليس مثل بقية من يروي عن الأعمش. الأعمش يروى عنه جماعة من يعني من الحفاظ المتقنين، هؤلاء الحفاظ متقنون، لم يجعلوا بين الأعمش وبين هلال بن يساف واسطة. وأما محمد بن فضيل فقد جعل بين الأعمش وبين هلال بن يساف علي بن مدرك، وهذا الذي رجح عليه الإمام الترمذي رواية من أسقط هذه الواسطة، من أسقط هذه الواسطة. فإن كان الأعمش سمع الحديث من علي بن مدرك ومن هلال بن يساف مباشرة فلا إشكال، وإن كان سمعه من هلال بن يساف مباشرة وأخطأ محمد بن الفضيل فهذا من من المزيد في متصل الأسانيد، وهي علة في الإسناد لأنها زيادة لم يوافق عليها الثقات. طيب قال هكذا روى محمد بن فضيل هذا الحديث عن الأعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يساف، وروى غير واحد من الحفاظ عن الأعمش عن هلال بن يساف، عن هلال بن يساف، ولم يذكروا فيه علي بن مدرك. وبعدين ذكر بالإسناد ما يدل على ذلك ممن هم أفضل حالا من محمد بن محمد بن فضيل. قال حدثنا الحسين بن حريث حدثنا وكيع. الوكيع ثقة حافظ، وكيع في يعني لا يمكن مقارنته مع محمد بن فضيل، واضح. وكما ترون هنا صرح الأعمش، الأعمش فيه تدليس، وتدليسه يعني في المزالق يعني لا يقبل، لكن إذا كان بدون يعني إذا كان ما فيه معارضة ما فيه يعني ترجيح بين إنسان وآخر يقبل في الجملة الغالب يعني. ومع ذلك هنا صرح بالتحديث عن هلال بن يساف، قال حدثنا هلال بن يساف، دل ذلك على أنه سمعه من هلال بن يساف عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال هذا أصح عندي من محمد بن فضيل، وهذا من باب الترجيح. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي من غير يعني طريق الأعمش عن هلال بن يساف، يعني أن هذا الحديث ثبت عن عمران بن حصين من وجوه كثيرة. طبعا هو ثبت عن عمران بن حصين من وجوه كثيرة وثبت عن غيرها أيضا. ذكر هنا من حديث زرارة بن أوفى، وزرارة بن أوفى أيضا ثقة، الشاهد هذا الإسناد كلهم ثقات، يعني قتيبة بن سعيد وأبو عوانة وقتادة كلهم ثقات، وخير من يعني في الحفظ والإتقان من محمد بن فضيل. طيب قال عن عمران بن حصين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم نسخة هنا عندنا ثلاث مرات الذين الحديث، نعم هو ثلاث، هي ثلاث، لا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذه مرتين، جميل. طيب خلينا نأتي إليه إن شاء الله تعالى. قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم. قال: لا أعلم أذكر الثالثة أم لا. ثم ينشأ أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون ويفشوا فيهم السمن. قلنا إن حديث عمران بن حسين جاء في بعض الروايات: ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ولا أدري أذكر بعد قرنين أو ثلاثة. إيش يعني؟ يعني الشك في الرابع، في الثالث ولا في الرابع؟ في الرابع. هذا هو الأصل، أن الشك هو في الرابع وليس في الثالث. طيب هنا اختلف يعني الفرق. قال هنا: القرن الذين بعثت فيهم، هو مثل كلمة قرني، لا فرق. طيب في الإضافات هنا قال: ثم ينشأ أقوام يشهدون ولا يستشهدون، هذه تشبه ما سبق. ويخونون ولا يؤتمنون، يعني صفتهم الخيانة، ومن ظهور الخيانة فيهم لا يأتمنهم الناس على ما عندهم. وقد مر معنا الحديث، وقد يعني جاء زمان إيش قال؟ لا أبيع فيه إلا فلانا وفلانا، تذكر الحديث؟ وهذا يعني قال: ويفشو فيهم السمن، وهذا يشبه الأول. إذن يشبه الأول في قضية التسمن وقضية الشهادة، ويتميز هنا بقضية أنهم يخونون ولا يؤتمنون، وهذه المعاني واضحة، لكنها كلما تأخر الزمان زادت، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يأتي زمان على الناس إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. هذا حديث حسن صحيح، أي لكثرة ما يعني اجتمع له من الطرق، فهو حسن وهو صحيح بمجموع ذلك وبمفرده، يعني هو بمفرده صحيح وبمجموعه، لكن المجموع يكون إيش؟ أعظم صحة. نعم. طيب قبل أن يعني ننتقل، هناك أيضا أمر آخر لابد من الاستفادة من هذا الحديث، وهو أن الناس إن اختلفوا فنلحظ أن أصحاب هذه القرون في الغالب ما كان بينهم اختلاف، وإذا حصل الاختلاف يكون اختلافا في أمور في السياسة الشرعية التي تحتمل الاجتهاد، أو الاجتهاد فيها سائغ، ولكن مسائل الاعتقاد لا تكاد تجد بينهم اختلافا، وما يتعلق بمنهج التلقي لا يوجد بينهم اختلاف أبدا. الاختلاف إما مسألة فقهية أو في سياسة شرعية أو فيما يتعلق بأمر الرعية ونحو ذلك. أما ما يتعلق بالاعتقاد، ما يتعلق بمنهج التلقي، وما يتعلق بأصول الشريعة، لا تكاد تجد أي شيء من الاختلاف بين هؤلاء. وعليه فيمكن للإنسان أن يعتصم من خلال التمسك بما كانوا عليه، يعني لأنك إذا عرفت ما كانوا عليه وتمسكت به جزمت بأنك على الحق، ليس لأنك أنت صاحب حق، ولكن لأنك تعلم أن معهم الحق، لأن هؤلاء، المجموع هؤلاء لو كانوا على الباطل فهذه مصيبة. من الذي حمل إلى الناس الحق إذا لم يكن الحق جاء عن هؤلاء؟ فكيف وهم مجمعون على هذا الحق؟ واضح هذا الأمر. وتزكية الله عز وجل لهم، تزكية النبي، تزكية الله سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فعلق هداية الخلق على الإيمان بمثل ما آمنوا به، واضح هذا الأمر. وكذلك قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. لا يمكن أن يضبط المؤمنون بغير من زكاهم الله وزكاهم رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فمن كان على سبيلهم ومن آمن بمثل إيمانهم فهو على هدى بشهادة القرآن، وهو على هدى بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام، سيأتي معنا نصوص إن شاء الله تعالى. وبالتالي فمن شاء الآن، إذا الاعتصام عندنا اعتصام مجمل وعندنا اعتصام مفصل. اعتصام مفصل كل ما تأتي فتنة لابد من تعرف كيف تعتصم، لكن اعتصام مجمل كيف يكون؟ أن تتمسك بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحاب القرون المفضلة. وأما غير ذلك فمن قال من يعني من 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 قال يمكنه أن يعتصم بعلم جاء بعد هؤلاء لا يوافق علم هؤلاء فهو مخطئ، ومخطئ شرعا، ومخطئ أيضا عقلا، لأن لا يمكن أن يكون الدين الذي ما جاء إلا بالوحي، ولا ينقل إلا بنقل النقلة لفظا ومعنا،
ينتقل إلى من بعدهم فيعرفون منهم الحق وهم يجهلونه، أو أنهم يقولون بالحق وهم يخالفونه. واضح؟ هذه طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخلفاء. حدثنا أبو كريب بن محمد بن العلاء قال حدثنا عمر بن عبيد القنافسي عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون من بعد 12 أميرا. قال: ثم تكلم بشيء لم أفهمه فسألت الذي يديني فقال: قال كلهم من قريش. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عمر بن عبيد عن أبيه عن أبي بكر بن أبي موسى عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث، وقد روي من غير وجه عن جابر بن سمرة. هذا حديث غريب يستغرب من حديث أبي بكر بن أبي موسى عن جابر بن سمرة، وفي باب عن ابن مسعود وعبد الله بن عمرو. في باب هنا؟ قال: باب ما جاء في الخلفاء. لابد من التفريق في مسألة ما جاء في الخلفاء بين أمرين. جاء في أمر الخلفاء ما يتعلق ببقاء الأمر وعزته ونصرته أي الإسلام ومضيه، وجاء ما يتعلق بتزكية نفس الخلفاء. هذا شيء وهذا شيء حتى لا يفهم الاختلاف. أما ما جاء في الخلفاء بمعنى مضي هذا الأمر واستمراره وتمكنه فهو ما جاء في هذا الحديث، أي أن الأمر يبقى في قريش إلى 12 أميرا، وهذا فيه التمكين. وتعلمون أن التمكين حصل للمسلمين في هذه المدة هذه بين هؤلاء الخلفاء، حتى إن الإسلام من عظم تمكنه وصل إلى أقاصي الشرق والغرب، يعني وصل الإسلام إلى الصين في هذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر. وطبعا جاء الحديث يعني من طرق بألفاظ مختلفة، يعني في مسند الإمام أحمد من حديث سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة، وهذا إسناد كلهم ثقات واضح، وفيه لا يزال هذا الأمر ماضيا. وكلمة ماضيا يعني هنا هذا الحديث قالت يكون الأمر بعدي أو يكون الأمر من بعدي 12 أميرا 12 أميرا. أما في رواية الإمام أحمد لا يزال الأمر هذا الأمر ماضيا، فهو يتكلم عن قضية استمرار هذا الأمر ومضيه، وجاء في بعض الألفاظ ما تدل على التمكين والكذا يعني إلى 12 أميرا أو ما قام به 12 أميرا. طبعا جابر بن سمرة يذكر أنه جالس لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم البقية، فاستثبت من الذي إلى جانبه فقال: من قريش من قريش. وهذا يحتاج منا إلى أمرين. الأمر الأول: ما هو المقصود من قريش؟ يعني ما هو المقصود؟ هل هم متسلسلون أم يمكن أن يكون بينهم تفاوت؟ يعني والله استلم الأول وبعدين راح صار في 10 من غير قريش بعدين صار في 1، لا أو لا متسلسلون متواترون ليس بينهم انقطاع، لأنه قال لا يزال هذا الأمر ماضيا، وهذا يدل على أن هذا مستمر، وإلا فإذا انقطع لماذا وهذا الأمر الثاني، وهما فائدة أن يذكر 12 أميرا ولا يكون منهم إلا أمير واحد ذو ولاية والبقية جاءوا بس ما لهم لا ولاية ولا تولون شيئا. يعني لو كان المقصود كما تقول الروافض بأن هؤلاء هم علي بن أبي طالب ثم الحسين وهكذا إلى محمد بن الحسن العسكري، أو كما يقول الإسماعيلية أنه تستمر إلى إسماعيل، أو كما يقول يعني لو كان كذلك لكن لا فائدة من هذا الحديث أصلا، لأن هذا الحديث يتكلم عن ولاية وهؤلاء لم يكن لهم أي ولاية، الولاية فقط كانت في الأول وهو علي بن أبي طالب أو العلي والحسن، وهم لا يدخلونه أصلا في 12. فهذا الحديث يدل على هذين الأمرين. واضح؟ إذن بقاء التمكن ثابت، بل إن الإسلام تمكن وعز وانتشر في خلال هذه الخلافة بزيادة وليس بنقصان. وهؤلاء الخلفاء هم الأربعة الخلفاء: أبو بكر وعمر
وعثمان وعلي وثمانية من بني أمية. طبعا الحسن أيضا أخذ، لكن أخذ الحسن أشهر، وهو رضي الله عنه تنازل بالحكم لمعاوية وكان سببا في جمع المسلمين، وسمي ذلك عام الجماعة، وقال صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فاجتمع المسلمون على معاوية فصار موضع إجماع، وكان هو يعني الرابع، هو الخامس في هذا العداد باعتبار بإجماع المسلمين. ثم كان يزيد من بعده، فهذه ستة. ثم كان بعد ذلك عبد الملك ابن مروان وأبناؤه الأربعة، كم صار؟ طبعا عبد الملك ابن مروان سبعة، وأربعة من أبنائه وهم الوليد ويزيد، واضح؟ وجاء في المنتصف هنا عمر بن عبد العزيز، ثم عفوا الوليد سليمان وعمر بن عبد العزيز وهو الذي بعده، ثم جاء بعد ذلك يزيد وهشام ابن عبد الملك، فاجتمع لنا 12 خليفة، واضح؟ ما حسبنا الحسن، ما يعني لم يحكم، يعني ما كان فيه مدة بحيث يحسب فيها عز وتمكين وغير ذلك، لكن التمكين حصل بالحسن حينما تنازل بالحكم واجتمعت الأمة على رجل واحد، واضح؟ فإن حسب الحسن حذفنا عبد الملك الهشام بن عبد الملك من آخر، وبالتالي من نعد واحد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد السادس، وعفوا عبد الملك مروان، ثم الوليد، ثم سليمان، ثم عمر بن عبد العزيز، ثم يزيد بن عبد الملك، ثم هشام بن عبد الملك، فهم 12 خليفة. طيب هؤلاء هل هذا الحديث يدل على تزكيتهم؟ لا، ليس في الحديث ما يدل على تزكية الأشخاص، وإنما هو تزكية الحكم نفسه، يعني الحكم فيه تمكين للإسلام وعز للإسلام ونصرة للإسلام، ولكن ليس في الحديث ما يدل على تزكية أولئك الأشخاص، واضح؟ لأن الكلام الآن نحن نتكلم بتجرد، ليس عندنا انتقاد في هذا الحديث عليهم وليس عندنا تزكية، ولكنه يتكلم عن مضي الأمر وهو الدين، يعني الكلام عن الدين وليس عن الأشخاص، هناك ما يدل على الأشخاص، نحن نتكلم الآن عن هذا الحديث يتكلم عن مضي الدين. إذن هذا الحديث واضح. طيب، عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون من بعدي 12 أميرا. قال: ثم تكلم بشيء لم أفهمه، فسألت الذي يليني فقال: كل من قريش. والحديث أصله في الصحيحين، وكل من قريش، يعني قريش وهو مالك ابن فهر، يعني كل ما أبناء مالك ابن فهر ينتسبون إلى قريش. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام علم من نسبه إلى عدنان، كل هذا معروف، وما بعد ذلك لم يصح، ولكن نعرف أنه ينتهي إلى إسماعيل. إلى عدنان، من عبد الله إلى عدنان 21 نفسا، مالك ابن فهر 11، يعني يأتي بيش في منتصف الطريق. ويقال أنه كان يكثر التصدق وكذا، يعني وسموا ذلك التقريش، ومنهم من قال أي من التجارة وغير ذلك. على كل حال، فقريش هم أبناؤه، فكل من كان من أبنائه يدخلون في قريش، فيدخل بنو أمية وبنو تيم وبنو عدي، كل هؤلاء يدخلون في قريش، وهم الذين ذكرنا. وطبعا هذا الحديث يعني له متابعات وله يعني موافقات، فالحديث لا شك فيه، والحديث على الأقل في الصحيحين، والحديث إذا ورواه الشيخان فقد جاوز القنطرة. قال: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن جابر بن سمرة. ثم ذكر أيضا إسنادا، قال: حدثنا أبو كريب، حدثنا عمر بن عبيد عن أبيه، عن أبي بكر بن أبي موسى، عن جابر بن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني مثل هذا الحديث. قال: هذا حديث يستغرب من حديث أبي بكر بن أبي موسى عن جابر، يعني المقصود من الكلام أنه الحديث له طرق، لكن هذه الطريق أشار إليها، وقال: هذا الحديث يستغرب، عفوا هذا حديث غريب
يستغرب من حديث أبي بكر بن موسى عن جابر بن سمرة, وفي الباب عن ابن مسعود وعبد الله بن عمر. فضل. نعم, كليهما لم يصح. كلاهما تقصد. ثم ذكر أيضا الآن على أساس أنه فيه باب, نأخذ الباب إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: باب. حدثنا أبو دار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حميد بن مروان عن سعد بن أوس عن زياد بن حسين العدوي قال: كنت مع أبي بكر تحت بنت بن عامر وهو يخطب وعليه ثياب بيضاء, فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الكساف. فقال أبو بكر: اسكت, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض هذا حديث حسن غريب. طبعا هذا إن كان تابعا للباب أو كان بابا يتبع الباب الذي سبق فلا إشكال, لكنه من فقه الإمام الترمذي رحمة الله عليه, وإن كان بعض الشراح لا يلحظ السبب في إيراد هذا, أن هؤلاء الخلفاء الذين ذكر ليسوا سواء في الاستقامة, يعني حتى يوجد منهم من يقال يعني هذا يفعل كذا وهذا, ولكن حتى لو وجد هذا فهذا لا يأذن للإنسان أن يوجد يعني في الأمير سواء كان الخليفة الكبير أو أمير ممن أمره الخلفاء إن وجد فيه ما يعني ما فيه صفة الفساق أو لباس الفساق أو من أفعال الفساق, فهذا لا يجيز لنا أن نتكلم فيه وأن نبرز هذا الأمر, أن نقول يعني هذا فيه كذا من الفسق أو فيه لباس فساق أو حتى يعني أدنى شيء. فأورد هذا الأثر, والحقيقة في هذا الباب مجموعة من الآثار, منها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم, ومنها موقوفات على الصحابة, ومنها أيضا مقطوعات على التابعين, وأقوال أئمة الهدى في ذلك مستفيضة, وهي أن لا يتكلم فيه الأمير بما يعني يهينه أو يؤذيه, لأن هذا كما قال الأشياخ الحقيقة يؤدي إهانته إلى الحط من صورته أمام الناس, يهون من حاله ويضيع هيبته, وإذا ضاعت هيبته تجرأ الناس وضعف الحكم, وهذا يعود على من؟ هذا لا يعود عليه هو, وإنما يعود على من؟ على المسلمين, لأن قوة الحكم سبب للتمكين وسبب للعزة, والناس يعني غير المسلمين أو من كان من خارج بلاد المسلمين إنما يهاب المسلمين إذا كان لهم حكم قوي, لا يهابهم لكثرة صلاتهم وصيامهم ويعني زهدهم وعبادتهم, وإنما إذا نظر وإذا بلادهم قوية وإذا بها متماسكة وإذا الحاكم والمحكوم يد واحدة والحاكم له هيبته, فالهيبة التي في الداخل أيضا لها أثر في الخارج, ولذلك أعداء الإسلام كان لهم دور كبير جدا. عندما تسمعون مسألة أن السياسة تفرق تسد, كثير من الناس يظن أن فرق تسد يعني فرق البلاد, قسم البلاد فقط أو قسم أهل بلد واحد أو الأحزاب, لا, فرق تسد في كل الشؤون, ولكن من أعظم هذه الشؤون التفريق بين الحاكم والمحكوم, لأن هذا حتى يعني حتى البلد الواحد لا يمكن أن يكون يدا واحدة, حتى الحاكم إذا أراد أن يقول مثلا الناس يعني اخرجوا للجهاد في سبيل الله وهو لا يثق به ولا له هيبة ولا له أثر لا يستطيع أن يأمر الناس بالجهاد ولا يأتمر الناس بأمره, يعني حتى الجهاد وهو أمر يعني الناس يعني المسلم يرجو الله عز وجل أن يكون شهيدا في سبيل الله لا يفعل ذلك, يعني هذا يؤدي إلى مفاسد عظيمة, بالإضافة إلى إضعاف المسلمين بين بقية بلاد الناس, ذكر هذا. طيب ايش في هذا؟ قال زياد بن كسيب العدوي: كنت مع ابي بكر تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب الرقاق. ثياب الرقاق يعني قريب من كيف قريب من الشيفون او يعني يشبه الحرير ونحو هذا. فقال ابو بلال: انظروا الى اميرنا يلبس لباس ثياب الفساق. فقال أبو بكر, وطبعا أبو بكر صحابي واضح من الموالي لكن صحابي, والصحابة لهم هيبتهم وهم يتكلمون بالحق في وقت الحاجة إليه, فبدل ما يخرج على الحاكم ويأمر وينهى كما يظن بعض الناس أنه لازم أنك أنت تذهب وأمام, لا,
وإنما ينبغي عليك أنت أن تقول الحق الذي تعلمه في موضعه، لأنه أيضا قول الحق للناس أمر يحتاج إلى شجاعة. يعني بعض الناس يظن أنه أنا الآن مثلا ثار الناس كلهم على الحاكم فأنا أتكلم معه، زي ما بتكلم الناس على الحاكم أتكلم فهذه الشجاعة. لا، إذا ثاروا على الحاكم وأنت تكلمت معهم فأنت توافقهم، يعني أين الشجاعة في هذا الكلام؟ أما إذا قلت لهم أنتم مخطئون ويجب عليكم ألا تتكلموا في هذا ولا تخرجوا على الحاكم، هنا ربما يقتلونك. واضح؟ فالأمر يعني ليس كما ظن كثير من يعني عوام الناس أنه الشجاعة فقط في الكلام إلى الحاكم، لكن مع ذلك لو أن إنسانا وجد على الحاكم حراما ظاهرا، واضح، ولا سيما فيما يتعلق في أمر الحكم وليس في أمر شأن نفسه هو، يعني في شأنه الخاص، الشأن الخاص أهون، لكن إذا كان في شأن الحكم وغير ذلك ورأى عليه مخالفة أو فجور أو ظلم وذهب إلى الحاكم وكلمه، فحينئذ هذا لا شك أنه من الجهاد، وحينئذ حتى لو قتله فإنه من خير الشهداء. هذه شجاعة نحن، لكن أن يتكلم على الإنسان بين الناس انظر إلى هذا ماذا فعل، انظر إلى هذا لباسه كذا، وهذا فاجر وهذا يفعل وهذا يشرب وهذا كذا بين الناس، ما المنفعة من ذلك إلا إسقاط صورة هذا الأمير. فقال له بكرة اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وجاء في رواية من أكرم سلطان الله في الأرض أكرمه الله. على كل حال ارجعوا إلى الصحيحة 97 و200 و2000، الشيخ ذكر هذا وذكر بعض أهل العلم في مواضع أخرى يعني ما يؤيد هذا وما يؤيد معنى هذا كثير كثير جدا، ويعني من ذلك في شرح السنة البغوي رأيت فيه مجموعة من الآثار، والكتب التي ذكرت ذلك كثيرة يرجع، لكن المعنى هذا ما يقويه يعني أمور كثيرة، إلا أنه يعني في إسناد هذا الحديث زياد بن كسيب العدوي، لم يروي عنه إلا سعد بن أوس ومعه رجل آخر أيضا صدوق، وفيه توثيق بن حبان وتعديل ابن الإمام الترمذي رحمة الله عليه، ولكن الحديث له ما يتابعه ويقويه، لذلك صححه شيخنا رحمة الله عليه. السؤال هنا هل يعد هذا من أبي بكرة النزامية؟ ها؟ لأن هؤلاء الذين يعني الذين لا يفهمون السنة، يعني هل أبو بكر كان أحد دفع له مثلا ولا هو انبطاحي أو انهزامي أو كذا؟ لا، ولكن هذا من أجل تقوية أمر الدين، يعني هذا حماية للدين وصيانة للدين وليس للأشخاص المعينين، كما ذكرنا في الخلفاء الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أمر الدين تمكين الدين، أما الناس الأمر فيهم أهون، لكن كلام عن الدين، فالدين لا يمكن أن يبقى عزيزا وكذا مع سقوط البلاد في أيدي أعدائها. نعم. طيب في قول لحذيفة رضي الله عنه يعني روى عبد الرزاق في جامع معمر وإسناده صحيح، قال حذيفة ما مشى قوم إلى سلطان الله في الأرض ليذلوه إلا أذلهم الله قبل أن يموتوا. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في الخلافة. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه قال قيل لعمر بن الخطاب لو استخلفت؟ قال ان استخلف فقد استخلف ابو بكر، وان لم استخلف لم يستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث قصه، وهذا حديث صحيح قد روي من غير وجه عن ابن عمر. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا حشرج بن نباتة عن سعيد بن جمان قال حدثني سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملك بعد ذلك، ثم قال لي سفينة أمسك، ثم قال لي سفينة أمسك خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان، ثم قال لي أمسك خلافة علي. قال فوجدناها 30 سنة. قال سعيد فقلت له إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم. قال كذبوا بل زقاء بل هم ملوك من شر الملوك.
وفي باب عمر وعلي قال لم يعهد النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة شيئا. وهذا حديث حسن قد رواه غير واحد عن سعيد بن جمان ولا نعرفه إلا من حديثه. نعم، قال باب ما جاء في الخلافة. طبعا ما جاء الآن الفرق بين هذا الباب وباب ما جاء في الخلفاء، ما جاء في الخلفاء الحديث عن عدة هؤلاء الخلفاء واستمرار ذلك في قريش بقطع النظر عن صفة أولئك الخلفاء، واضح؟ وأما ما جاء في الخلافة فالإمام ذكر فيه ما يدل على الخيرية والتزكية، فهذا الباب يتكلم عن تزكيتهم وليس عن عدتهم، واضح الأمر؟ طيب، وذكر فيه في الباب حديثين، وبحسب الترتيب الذي عندي يعني سنقلب الترتيب، ذكر منها حديث سفينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سفينة طبعا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة، وجاء في أحاديث أخرى أنها تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة ثم إلى آخره. الشاهد من كلام هذه الخلافة اللي هي الخلافة الراشدة التي على منهاج النبوة، واضح؟ ثم ملك بعد ذلك، أي بعد الخلافة الراشدة سيكون ملك بين الناس. الفرق بين الخلافة الراشدة والملك، الخلافة الراشدة ليست أمرا توريثيا يعني على وجه القوة، أن الإنسان يحصل عليه على وجه القوة، وليس في الحديث ما يدل على أن الأول شرعي والآخر غير شرعي، لا، وإنما الحديث أن الأول مزكى والآخر لا، ليس فيه، وما بقي ليس فيه تزكية. كلمة ملوك لا تدل على التزكية ولا تدل أيضا على الذم، يعني ليس في الكلام عن الملوك، لأن داود كان ملكا، داود عليه السلام كان ملكا، وليس في ذلك ما يعني وتملك بعده سليمان، ليس في ذلك ما يذمه. الذم حينئذ لا يتعلق بنفس الحكم. أما الخلافة التي على منهاج النبوة فهي تزكية لصاحبها، وضح هذا الأمر؟ طيب، قال ثم قال لي سفينة أمسك، يعني يقول لسعيد بن جهمان أمسك خلافة أبي بكر، يعني المقصود كلام احصها عد، يعني ما هي مدتها. بعدين ثم قال وخلافة عمر وخلافة عثمان، ثم قال أمسك خلافة علي، فوجدناها 30 سنة. يعني لما تحسب الخلافة مدة السنين والأيام، يعني تحسب كامل مع الكسر، اجتمع منها 30 سنة، انتهى ذلك بمن؟ بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذه مدة الخلافة الراشدة، هذه مدة الخلافة الراشدة، هذه فيها تزكية. أما ما بعد ذلك فليس فيه لا تزكية ولا فيه ذم. لماذا؟ لأن معاوية هو خير ملوك الأرض بعد الأنبياء، يعني لم يأتي قبله ولا بعده خير منه في الملك. عندك عمر بن عبد العزيز من خيار ملوك الأرض وهو ملك من الملوك، فإذا هذه القضية ليس فيها لا ذم ولا مدح، فالذم والمدح حينئذ يتعلق بصفة أخرى، منها أن معاوية دخل في قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، فهو من القرن الأول، وكذلك غيرها من النصوص. يعني عمر بن عبد العزيز يعني دخل في يعني ما يدل عليه يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم في امتداح الأمير الذي فيه العدل وفيه البذل وفيه العطاء وفيه الأمانة وفيه الحياط الأمة، يعني لكن نفس كلمة الملك ليس فيها لا الذم ولا المدح، واضح هذا الأمر؟ طيب، قال سعيد، يعني سعيد بن جهمان، لما زال الحوار بين سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم وبين سعيد، فقلت له، يقول لسفينة إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم. طبعا كلام الآن عن من؟ عن بني مروان، تكلم الآن في مرحلة بني مروان. قال كذبوا بنو الزرقاء، بنو الزرقاء زرقاء أمهم، وهم بنو مروان كما ذكر أبو العباس اللي يسموه الشافعي الصغير الرملي، سمعتم به؟ ذكر هذا، قال كذبوا بنو الزرقاء بل هم ملوك من شر الملوك. طبعا لأنه حصل بعد ذلك، يعني من بني مروان حصل منهم بعض الفساد وبعض كذا،
فهم لم تشملهم معنى الخلافة الراشدة، واضح؟ ولذلك اشتد سفينة على القول بذلك، أنهم ادعوا هذا ادعاء وليس كذلك. نعم، هل أنت خير من الصحابة حتى لا، هو لأن هذا يتعلق بالعلم، الآن هذا يروي رواية ويتعلق لا لا، هو لم يتكلم عن شخص، وإنما تكلم عن سلالة ملوك، هو تكلم عن سلالة ملوك، يعني يتكلم عن الذين قالوا هذا. هذا الكلام، هذا الكلام معلش، هل يمكن أن تسمع؟ ما يجوز هذا الكلام. أولا، نحن لا نعلم من الذي قال عنهم ذلك. يعني هو يقول: فقلت له إن بني أمية يزعمون. بني أمية منهم الحاكم ومنهم المحكوم، منهم الأمير ومنهم المأمور. فأنت إذا كنت قريبا من حاكم، أو كنت قريبا من وزير وغير ذلك، وتكلمت بكلام وانتقدت على ذلك، هذا لا يعني أن هذا خروج على الأمير، وبالتالي ليس في كلام سفينة أي إساءة لشخص بعينه، وإنما تكلم عن هؤلاء السلالة، واضح؟ وليس عن شخص بعينه. أما شخص بعينه فلا، يعني لا يمكن لسفينة رضي الله عنه أن يذهب إلى واحد من هؤلاء، يعني ليزيد أو من دونه، ويقول له: أنت شر الملوك أو غير ذلك، إلا اللهم أن يذهب إليه فيما بينه وبينه ويقول له هذا الكلام. أما لكن عندما يكون الكلام يتعلق بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويفسر هذا الحديث على أن هؤلاء شملهم الحديث، لا، لأن الحديث تكلم عن 30 سنة وبعد ذلك ملوك، واضح؟ فادعاء أنهم يدخلون في 30 سنة الذي لا يدخلون، أولا لا يدخلون في ذلك لا عقلا ولا حسا، فضلا عن شرعا، لا يدخلون في ذلك. 30 انتهت مع نهاية خلافة علي بن أبي طالب، وانتهى بعد ذلك ملك عاد، تمام؟ قالوا في الباب عن عمر وعلي قال: لم يعهد النبي صلى الله عليه وسلم في الخلافة شيئا. حديث عمر في صحيح مسلم، نعم، في الخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذي مات، معروف. حديث علي فيه ضعف، العقيلة في ضعفها، ألا تستخلف علي؟ على كل حال، هو صرح باللفظ الذي جاء عنهما أنه لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم في الخلافة شيئا. هذا موضع خلاف، مسألة الاستخلاف موضع خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر، ومنهم من قال أومى بالخلافة إليه، ومنهم من قال لا يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني يدل على أن أبا بكر هو الخليفة أو غير أبي بكر هو الخليفة، ولو قال ذلك لنقله الناس واحتجوا به في سقيفة بني ساعدة يوم أن تشاور الناس وطالب بهم المقام، وإنما كان أبو بكر يستدل عليهم بأنهم قريش، وأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في نصرته، وأنه إلى آخره، واضح؟ بعد الأذان إن شاء الله متم. الله أكبر، الله أكبر، الله الله أكبر.
الحمد لله. قال الإمام الترمذي رحمة الله عليه: هذا حديث حسن قد رواه غير واحد عن سعيد بن جهمان، عن سعيد بن جمهان من قبل الهاء، ولا نعرفه إلا من حديثه. طبعا هذا الحديث تضمن كما ذكرنا أن الخلافة 30 سنة، وكلمة 30 سنة لا يعني، لأن بعض الناس يقول لا بد أن نذكر في الخير العام وفي الشر سنة، لا ما هو بصحيح. 30 سنة كانت من الخير على الناس، ثم بعد ذلك كان الملوك، وقلنا لا تزكية في ذلك، وذكرنا أن قول سفينة في هذا في ذلك يعني أنهم ليسوا خلفاء وإنما هم ملوك، وكلمة شر ملوك يعني كانت هذه أيضا كما ذكرنا هي إضافة لبيان حال هؤلاء يعني، وليس ليس خروجا عليهم ولا يعني تنكيسا لأمرهم عن الحكم، وإنما هو بيان لمعنى الحديث حتى لا يظن في الحديث ما هو غلط. ذلك لابد لصاحب العلم أن ينتبه إلى الفرق بين الأمرين، عند بيان السنة وعند بيان الحق وبيان العلم يوضح ويبين، ما لم يؤدي ذلك إلى فتنة، ما لم يؤدي ذلك إلى تهوين من أمر السلطان. وأما عند الكلام عن الشخص السلطان المعين والأمير المعين فإنه لا يتكلم فيه بما يعني بما يكون فيه إهانة له أو تهوين من شأنه، وإذا كان عنده نصح فإنه ينصح إليه مباشرة، وإذا كان سرا فهو أفضل وأنفع، لئلا يكون ذلك سببا في تهيج العوام. العوام جاهزون للتهيج أو هم مهيجون أصلا وعندهم فوضى، فلا يكون أهل العلم يعني سببا في تهيج العوام، يعني أهل العلم هم الذين ينبغي أن يكونوا سببا في تسكين الناس وتثبيت الاستقرار بين الناس. وأما الحديث الثاني فهو حديث ابن عمر رضي الله عنه، يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قيل لعمر ابن الخطاب لو استخلفت، يعني أنه أشير عليه لو تستخلف واحد مكانك حتى لا يختلف الناس بعدك، قال: إن أستخلف فقد استخلف أبو بكر، جاء في بعض الروايات فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن لم أستخلف لم يستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو إما، لذلك بعضهم قال إذن فسوف لن يستخلف، لن يكون ليختار خيرا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل؟ جعل الأمر شورى بين 6. لذلك نقل بعض أهل العلم إجماعات في هذا الشأن، إجماع المسلمين على وجوب نصب الخليفة، أنه لا يجوز للمسلمين أن يبقوا بدون إمام، أن ذلك واجب عليهم. طبعا لا يقول قائل والله الوجوب أن ينصب في اللحظة فيعد العمل لذلك والمشاورات لذلك وما إلى ذلك، هذه تعتبر جزءا من العمل في نصب الخليفة. الإجماع على صحة الاستخلاف، وأنه إذا كان ما زال الخليفة في ما زال قائما حكمه ولو في مرضه، فإنه إن استخلف وجب طاعته في ذلك، وينعقد وتنعقد الخلافة لمن استخلفه بالإجماع. ومن ذلك أنه إن لم يستخلف وكان الأمر شورى وجعل الأمر شورى بينهم، فإن الشورى ملزمة لبقية المسلمين في من جعلهم الإمام على ذلك. وكذلك من إذا وضع للناس أهل حل وعقد واتفقوا على واحد، أو أن بعضهم عقد له الإمامة ولم يخالف البقية وبايع الناس، وإن خالف البعض الآخر بعد ذلك انعقدت الخلافة ولم يجوز لأحد أن يخالف، واضح؟ فنقل النووي رحمه الله تعالى مجموعة يعني في صحيحه في شرحه الصحيح مجموعة من الإجماعات، منها وجوب نصب الخليفة، وجوب قبول الاستخلاف، وجوب قبول الشورى، والشورى ما لا يشترط فيها الإجماع، كما ترون في ما حصل مع عمر رضي الله عنه، جعل الشورى في 6، فجعل بعضهم لبعض شوراهم، ثم بعد ذلك حصل شورى حتى بقيت بين 2، بين عثمان وعلي بن أبي طالب، وكان الذي يعني المتصرف في ذلك هو رجل واحد بعد ذلك، هو
وهو الذي شاور الناس فلم يدع بيتا من بيوت أهل المدينة إلا ورجع إليهم بعد ثلاث، اتخذ القرار النهائي بعدما أخذ العهد على علي بن أبي طالب وعلى عثمان بأن عثمان أنه لا يعني لا أحد يعني يعدل بعثمان أحدا، فانعقدت الخلافة لعثمان بإجماع المسلمين، لم يخالف في ذلك أحد. إذن هذه ثلاث أنواع من الخلافة حصلت بدون أن يختلف المسلمون فيها، أبو بكر الصديق بدون استخلاف، وحصل هذا بعد حصول ذلك من أهل الحل والعقد باعتبار علماء المسلمين واستخلاف وشورى، يعني لو مجلس شورى تضمن فقط ست أشخاص حددهم الخليفة. والصورة الرابعة والتي لا خلاف فيها أيضا أنه إذا عقد لإنسان بالقهر، يعني واحد قام على الناس بالسيف فقهرهم وحكمهم وبايعه الناس، وجب على الناس قبول هذه البيعة، طبعا المبايع والذي ومن يليه من الناس كل هؤلاء يعدون مبايعين بمجرد أن عقدت له الخلافة، فهذه الصور كلها أين. ولكن لا يجوز للناس أن يبقوا بدون خليفة أو بدون أمير، واضح؟ وإذا فعلوا ذلك يعني إذا كانوا موجودين في مكان ليس فيه أمير ولا خليفة ولا شيء، فإن من فيهم الأهلية يأثمون إذا تأخروا في نصب الخليفة. لكن ما يتعلق بالإجراءات التي تحصل نصب الخليفة تعتبر جزءا من عملهم. قال: وفي الحديث قصة، هذا حديث صحيح وقد روي من غير وجه عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: لما جاء أن الخلفاء من قريش إلى أن تقوم الساعة. حدثنا حسين بن محمد البصري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن حبيب بن الزبير قال سمعت عبد الله بن أبي الزبير يقول: كان ناس من ربيعة عند عمرو بن العاص فقال رجل من بكر بن وائل: لتنتهين قريش أو ليجعلن الله هذا الأمر في جمهور من العرب غيره. فقال عمرو بن العاص: كذبت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة. وفي الباب عن ابن مسعود وفي عمر وجابر، وهذا حديث حسن صحيح غريب. نعم. اللي بعده باب. طيب، هذا الباب قال: باب ما جاء أن الخلفاء من قريش إلى أن تقوم الساعة. وهذا الباب له دلالات، منها أن قريشا يجب توليتهم، يعني هذا ليس الكلام عن الواقع، لكلمة إلى أن تقوم الساعة مع كون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا أظن أن الذي بعده ينبغي أن لا يكون الباب، يعني ينبغي أن لا يكون بابا، واضح؟ يعني ينبغي أن يكون متصل، لأنه فيه لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل موالي يقال له جاه، يعني إذن دل ذلك على أن هذا الحديث لا يدل على أن قريش ستتسلسل إلى قيام الساعة، لأنه سيكون هناك من هم من الموالي، من هم من المماليك إلى آخره، لكنه يجب على الناس تولية قريش، واضح؟ طيب، فإن فسد الرجل منهم، يعني واحد كان من قريش لكنه فسد، هل يسقط حكمه؟ لا يسقط حكمه بذلك، واضح الأمر ولا ما وضح؟ لا. لذلك أهل العلم ماذا يقولون؟ يقولون إنه يعني على المسلم الطاعة لولي الأمر في المنشط والمكره، وإن فجر، يعني لا يعني فجور الخليفة لا يعني أن هذا أسقط حكمه وأسقط خلافته وأسقط وجوب طاعته ما لم يأمر بمعصية الله، فإذا أمر بمعصية الله فلا يطاع في ذلك، لكن يطاع في ما دون ذلك. طيب، كان ناس من ربيعة عند عمرو بن العاص فقال رجل من بكر بن وائل: لتنتهين قريش أو ليجعلن الله هذا الأمر في جمهور من العرب غيرهم، يعني كأنه يقول أنه سيبتلون في أنه يؤخذ منهم الحكم. قال: فقال عمرو بن العاص: كذبت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة. قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة. وهذا فيه أيضا من فوائد هذا الحديث أنه حتى لو كان القرشي فيه شر فإن بقاءه في الحكم
أولى من المجيء بغيره، لأن هذا فهم عمرو بن العاص الحديث، وهذا النص الذي ذكره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم له فلا إشكال. وفي الباب عن ابن عمر بن مسعود وجابر حديث ابن عمر في الصحيحين وهو شاهد، وحديث جابر وحديث ابن مسعود في القطاع، وحديث جابر في صحيح مسلم وهو شاهد. شو يعني ابن عمر؟ لا، حديث ابن عمر اللي فيه ان يعني قريش ولاة الناس ما بقي في الناس اثنان، مش هيك؟ لا يزال هذا الامر في قريش، ما بقي منهم اثنان، يعني انه حتى لو ما بقي الاثنان فهم الذين يتامرون. طيب الناس تبع لقريش في الخير والشر، الناس تبع لقريش في الخير والشر، تبع يعني في الولايه خير والشر. وحديث ابن مسعود مثل حديث ابن عمر في صحيح مسلم، حديث ابن مسعود مثل حديث ابن عمر ذكر احمد. لا، في راجع كذلك نفس الشيء، قال هذا حديث حسن صحيح صحيح. وذكر أيضا مسألة الجهجاه، نقرأه بمعنى قليل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا أبو بكر الحنفي عن عبد الحميد بن جعفر عن عمر بن الحكم قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له جهجاء. نعم، هذا الباب يعني يعتبر موضحا للباب السابق، يعني أنه أن الخلافة في قريش ما بقي في الناس اثنان أو إلى يوم القيامة، يعني أنه سيحصل أنه سيكون أحيانا يحكم الناس من الموالي أو من المماليك، وأنه لا يذهب الليل والنهار حتى قال صلى الله عليه وسلم حتى يملك رجل من الموالي يقال له جهجاء. وهذا الحديث صحيح مسلم بنفس الإسناد تماما، أنه لا تذهب الليالي والأيام حتى يملك رجل يقال له من الموالي يقال له الجهجاء، الحديث رواه مسلم. فدل ذلك على أن هذا الملك إذا حصل ثبت له ووجبت طاعته، ولكن على المسلمين حينما يتمكنون، يعني عندما يكون في تنصيب الإمام لا يختارون غير القرشي، ولكن إذا تنصب فإنه قال عليه الصلاة والسلام فإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قال هذا حديث حسن غريب، فيه يعني تعديل لرواته، وأدنى واحد فيه هو عبد الحميد بن جعفر صدوق ربما وهم وقد رمي بالقدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.